المفاوضات على زيادة حصة الجزائر من الحج ستتجدد شهر ديسمبر القادم بلقاء سيجريه وزير الشؤون الدينية بنظيره السعودي. معالي وزير الشؤون الدينية أوقاف سيلتقي نظيره معالي وزير الحج والعمرة في شهر ديسمبر، وسنفاوض على العدد الحقيقي لحصة حجاجنا وهي تفوق 41 ألف يعني حاج جزائري. العام الماضي كما يعني تابعتم أن حصتنا ارتفعت بألف حاج، أكيد هي ليست مثبتة الآن نهائيا لأنها جاءت يعني كحصة إضافية. هذا وقد انطلق التسجيل لحج 2019 مبكرا عبر بلديات الوطن بهدف إنهاء الترتيبات المتعلقة بالركن الخامس من الإسلام، لا سيما عملية القرعة التي قد تجرى ولأول مرة إلكترونيا. فتح المجال للتسجيل أمام المواطنين الراغبين في أداء هذه الشعيرة سيسهل على المنظمين ديوان وطن الحج والعمرة، سيسهل عليهم إنجاح الموسم، حيث أن هذا التبكير من شأنه أن يعطي فرصة لكل العاملين من إتمام أعمالهم في وقت مبكر، خاصة فيما يتعلق بالإجراءات الإدارية الخاصة بالحصول على التأشيرة لحجاجنا الميامين. بالتالي أقول أنها خطوة إيجابية إن شاء الله ستعزز بقرعة إلكترونية إن شاء الله. تكلفة الحج أتوقع أنها سترتفع، ممكن تكون زيادة في حدود 5% تقريبا. إجراءات مهمة اتخذتها وزارة الشؤون الدينية وديوان الحج والعمرة لإنجاح موسم حج 2019، ويبقى الهدف المنشود ضمان أحسن الخدمات للحجاج الميامين.